بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا خذ بأيدينا إلى الإسلام الذي ارتضيته لنا يا كريم، وزدنا قوة إيمان، وزدنا جمال الإحسان من جمال الإسلام الإحسان يا حنان يا محب لأهل الإحسان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضا. يقول ربي ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون على أنفسهم وعلى غيرهم. ولكن هذه لا تنطلي علينا إحنا، أعطانا ربي قوة معرفة بالناس، أعطانا أكل حدس وكل فراسة ما يتفهموهاش. هذه أشياء كتيتكم محرومين منها، لا عقل ولا وعي ولا انتباه ولا يقرأ فيكم. استحوذ عليهم، أو تفسير في هذه الحال، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر، يعني الشيطان غلبهم من حيث لا يعلمون، وسلبهم حيث ما افتقر فيهم إلى الشكل. أما ما هو إنسان سليم لا ليس لهم فيه نصيب. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وأنا توا السبيسيمان من يوم بني أمية إلى الآن إلى قيم الساعة، أنا النوع هذا وبزاف. قالك المسلمين خير المسلمين، وفما منهم من هو يحرس الحرمين الشريفين وخادمها، يخدم الحرمين الشريفين، تخدم يا كلب، تخدم باش تجيب الفلوس وبعد تنفقها في السلاح اللي باش تقاوم بيه سيادك في ايران وغير ايران وحزب الله اللي ما تحيوش في كلاب لصوص وافكم كذابون، وما عندكمش حتى طرف حياه ان لم تستحي فصل ما شئت. نعود ان شاء الله تعالى.